أنا الفرحة الكبيرة تاعي من يسلكوا ويولوا غاية وما يكون مخصم والو، هذه هي الفرحة تاعي. بغيت من بكري كنت باغي ندير متجر باش نسلك القطوطة والكلاب في هذه البلاد، باسكو القتيلة هذه نقولها، القتيلة راهي واقع بزاف، الناس راهم يشكو من الكلاب اللي باللي عضلهم ولادهم اللي باللي منا سكيفي. الحكومة اللي اوبليجي بالسيف عليها داروا هذا السيستم فاسيل، كي ترو فاسيل باش يقتلوا الكلاب. الجمعيه ديسيدينا باش نفهموا لهم لو بروجي تي ان اف. من نقارع ونشوفوا اللي بلي ما كان والو، الكلب نعقموه ولا القط نعقموه، ورانا اون بلان دروك درنا بلو دو 200 ستيريليزاسيون، عقمنا الكلاب ورانا نعقمو دروك، رانا دايوغ اون بلان كومبان تاع التعقيم تاع القطوطه. ثمانية ولكن العدد ملا يحصى، كل يوم نفس العدد، كل يوم 8 كل يوم 10 توجو، هادو دائما يروحوا للملجا، كاين اللي يتبناهم كاين اللي يبقاو تما، دونك هذا اللي يقولنا باللي راه كاين مشكل كبير تاع ماكله، دونك تما نتمناو يعاونوها وان شاء الله ما يكون غير خير. ليسونسيال انا يفرحوا، ما ندو والو من الدنيا، ندو غير الفعايل تاعنا، وانا سي بيا الحيوانات، الحيوانات يكونوا يكونوا غايه ما خاصهم والو.